كبار السن ومعاناتهم المرض هذايا في قل المسؤولية زادة متاع المعالجة متاع الرعاية النفسية والاجتماعية على العائلة. هذه هي قضيتنا لليوم. القضية. وبحضنا دكتورة سندس بكار رئيسة وحدة طب المسنين في مستشفى محمود الماتري بأريانا، هي من مؤسسي الجمعية التونسية لمرضى الزهايمر، وهي أيضا نائبة رئيس الجمعية التونسية لطب المسنين وعلوم الشيخوخة. مرحبا دكتورة سندس بكار، مرحبا بك. سهلا، مرحبا بك، وعيدك مبروك وعيد مبروك للمستمعين الكل. وشكرا اللي فما ناس اليوم وفما أطباء يخموا في الفئة هذه من التوانسة اللي احنا في مرحلة ما كأن بسطنا الكلمة لين ولات تفدليك، فلان ينسى، فلان عنده ألزايمر، منش كأن تفهنا الثقل متاع المرض هذية اللي انتوما تدافعوا على أنه تكون فما رعاية صحية واجتماعية كبيرة لضحايا هذا المرض. هو صحيح دايغ في العائلة يسر ناس يقول لك تي بابا خرف تي كبر تي ما تاخوش عليه. صحيح. راهو كيف يبدا خرف وكبر ولينا ما ناخدوش عليه، راهو هذاك مرض ماهوش حالة عادية. وساعات تلقى العائلة نشوفوها يقول لك انا بابا عمره تعرف ولا امي 85 ولا 90 ما تعرف راي مخها، معناتها احنا بالفرنسية يقول لك الا توت ساتيت مخها لبس عليه، وكأنه ولا استثنائي انه كيف تقدم في السن تقعد عندك الوظائف الذهنية، مداركك الذهنية، يعني كأنه مصير المسن انه المدارك متاعه الذهنية والعصبية كلها تضعف ولا تتلف. معني هو بالحق بحكم العمر سيفغي الوظائف دايغ هنا باش نقول الخرف اللي هو مرض الألزايمر هو اضطرابات في الوظائف الذهنية مش في المدارك الذهنية. نعم. كيف يولي اضطراب في المدارك الذهنية هذاك راه يولي هبال لا فولي. نعم. كيف يولي الوظائف الذهنية مضطربين هذاك الخرف. شنو ما الوظائف هو مرض الألزايمر معروف أكثر بالمرض النسيان. ايه؟ على خاطر من الوظائف الذهنية هي النسيان اللي هي الذاكرة، سمحني أكبر حاجة، لكن الوظائف زادة وقت اللي إنسان يخمم ويخدم مخه ويبرمج ويخدم ولا يصنع حاجة ويخترع حاجة، هذيك الوظائف المخ. وظائف المخ زادة انك تعرف روحك انت توا صباح ولا ليل، انت وين موجود، تعرف كيفاش تستعمل حاجة، تعرف كيفاش تاكل، تعرف كيفاش تمشي، كي نعطيك ستيل وتعرف كيفاش تاخذه من عندي وكيفاش تكتب به، تعرف زادة تتكلم، تعرف تحسب، هذوك كل وظائف متاع المخ. فالخرف ومنهم مرض الألزايمر باش يعطينا اضطرابات في الخرف في الوظائف الذهنية هذه اللي باش ينجر عنها تأثير بشوية سلبي، معناتها بشوية بشوية المسن المريض يولي غير قادر انه يقوم بالأنشطة اليومية الأساسية اللي هو انك تاكل، انك تشرب، انك تلبس حوايجك، انك تغسل وجهك، انك تمشي لبيت الراحة. وزادة في المراحل اللي يبدأ مازلت خفيفة يبدأ مثلا ما عادش نجم يخدويه، ما عادش نجم يقضي، ما عادش نجم يخمل، ما عادش نجم يطيب الفطور، هذوكم كل وظائف أساسية بشوية بشوية باش يكون عليهم تأثير. نعم. دونك نحكيو على مرض عضوي ما هوش نفسي، ما أننا نحكيو على اعتلال في وظائف المخ اليوم. هي الوظائف الذهنية ما نجمش نقول لك عضوي بأتم معنى الكلمة كما الأعضاء متاع البدن. هو المخ، الخلايا اللي في المخ يولي ويموتوا بطريقة سريعة. دونك فما بلايس في المخ يولي فارغي، يولي كيما المخصو دو غوير، كيما طريف جبن اللي منقب هكاكا، ولا سبونتكس اللي نظفوا بها. بشويه بشويه الخلايا في المخ تنقص، ذوب راه يولي هوي داكور دونك نعملوا سكانير ولا ايغام نشوفوها. الخليه هذيك الفقدان الخليه باش يبدا في الاول في منطقه معينه نتاع المخ اللي نسميوها لا زون ايبوكامبيك، والبقعه هذه هي اللي لاهيه بالذاكره. هذيك علاش عاده خلينا نقولوا 75% من الحالات مرض الالزايمر باش يبدا بالنسيان، يبدا بالنسيان على خاطر الخلايا تموت معناتها تذوب، تبدا في البقعه هذيك، بشويه بشويه تبدا بلايص اخرين يتمسوا، وقد ما البلايص يتمسوا قد ما الوظائف العاديه تتمس بشويه بشويه. دونك عندنا النسيان صحيح، لكن هو النسيان تاع الحاجه في الاول الحاجات القريبه، وفي نفس الوقت الحاجات القديمه تقعد موجوده. دونك تقول لك لهذاك علاش العائله ما تمشيش تعدي بكري، خاصش المريض يعدي بكري، خاطر تقول لك اي باهي نسيت البارح شكون شنو اكليت ولا شكون جاها، اما راي تتذكر 20 سنه و30 سنه
ولكن هو فما فرق بين الذاكرة القديمة والذاكرة الجديدة. دونك نردوا بينا طبعا باش يولي فما إنسان حتى الكلام باش يولي ما عادش يلقاه، كي يجي باش يتكلم ما يلقاش الكلام، شوي بشوي يفقد الكلام حتى لين يولي باش يولي يقول كلام غلط. مثلا باش يقول سكر الباب يقول لك صبات باب، يعني الكلام يولي مش مفهوم، مش مرتب، مش مفهوم. تفهمه لا هو ينجم يفهمك، يولي بشوي بشوي ما عادش ينجم يقرا، ما عادش يفهم حتى التلفزة اللي يتفرج عليها ما عادش يفهمها. وخلي خلي ساعات يقول لك يحكيوا عليا ولا كي ما يفهمش يقول اللي في التلفزة يحكيوا عليه، ينجم يولي يضيع حاجة، يخبي حاجة في بقعة ما يلقاهاش. ألوغ باش تقولي الكلنا ناس الكلنا نساوي نحطينا التليفون ونحطينا المفتاح الكهرباء، لكن المسن ينسى سمعني وينسى اللي هو نساء داكوغ. وكيف ينسى كيف يلقاها الحاجة يلقاها بالزهر، مش يقول لك اي والله ماني انا حطيتها، لا لا يقول لك انا ما حطيتهاش وانت حطيتها. فما زاد اضطرابات شوية في يولي عنده ساعات حالة اكتئاب ولا بالعكس يولي هيش ساعات يولي فما اضطرابات في السلوك. نروها في المراحل الثانية هكا المتوسطة، اضطرابات في السلوك راه يتقلق على خاطر صحيح يولي نجم يولي هيج، يولي يسيح، يولي عايت، يولي ساعات يقول كلام خايب، يولي ما يسمعش الكلام، يولي يستخايل في حاجات، يولي يرى في حاجات، يرى في أشخاص، يرى في يسمع في أصوات ويتعايش معهم. يعني مثلا كان هو يقول لك انا فما جارتي تطل عليا من الشباك وتحب تسرقني، غدوه ما يلقاش سطوش يقول لك الجاره هي اللي سرقتني، وينجم يتعدى مرحله التطبيق معناتها يولي يمشي يعاركها ويضربها، فهمت؟ دونك فما حاجات ما نردوا بال، فما حاجه اخرى احنا نلصقوها الاضطرابات السلوك هي قله النوم. بشويه بشويه راه يولي داخل بعضه في النوم، يولي ما يرقد، يرقد مخر ويقوم بكري، يرقد شويه في النهار، يبدا كي ما يرقدش مليح دونك في النهار يولي على اعصابه، يولي يصيح اكثر ويعيط اكثر. وهنا ماذا بينا العائله وقت الطبيب يعطينا دواء ناخذوه ما نستناوش حتى لين المريض يولي ما عادش يرقد بالكل. راهو كيف تولي كل يوم ما ترقدش لازم نخمو في المعين اللي معاه تو نحكيو عليه بعد اللي ما يرقدش وهو غدوه صباح باش يقوم يخدم. دونك فما ادويه ما نستناوش حتى لين يولي ما عادش فما نوم بالكل، نبداو ملي تبدا فما اضطرابات النوم نبداو نعطيو الادويه. نعم. هذايا في الاول المراحل الاول تبدا هكا حاجات تبع المخ، لكن بالوقت معناتها الانعكاسات على البدن باش تظهر. دونك باش يولي ما عادش يعرف ياكل، ونقول ما عادش يعرف ياكل راه مش ما عادش يحب ياكل، راه ما عادش يعرف ياكل. دونك بشوي بشوي باش يضعف، باش يضعف وباش يضيء، باش يضعف وباش ينشح من الماء خاطر زاد ما عادش باش يولي يشرب، باش يولي ما عادش يعرف بشوي بشوي يمشي. دونك باش يولي قاعد في الفرش ما عادش يتحرك، باش يولي حتى حاجته ما عادش يعرف يتحكم فيها دونك يولي بالكوش، يولي على الفرش. دونك فينالمون باش يولي بطريف بطريف في المرحله الاخرى قاعد ما ينجمش ياكل، ما ينجمش يتكلم، ما يفهمكش، ما يكلمكش. يعني في حاجه الى رعايه كامله. هذه يا دكتوره كامله يعني التشخيص الطبي الاول. خلينا نزيدوا نفهموا هذا المرض مرتبط اليا بالعمر، يعني يجي كان في عمر معين بعد 50 بعد 60، وإلا نجم تكون فما حالات شاذة إنه صغير ويمرض بالألزهايمر. هو عادة يظهر عند الناس اللي عمرهم بصفة عامة 65 سنة فما فوق. نعم. دايوغ كي ناخذوا 65 سنة فما فوق نلقاو اللي 5% منهم مرضى بالخرف، كي ناخذوا اللي عمرهم 80 سنة فما فوق نلقاو 20% مرضى بالخرف، كي ناخذوا اللي عمرهم 90 سنة فما فوق نلقاو تقريبا 40% يمرضوا بالخرف. معناتها العمر هو عامل من عوامل دي فاكتور دو ريسك، من المؤهلات بين ظفرين للمرضات. لكن فما حالات قليله هي 1% بين 1 و5% ممكن اقل شويه تظهر عند الناس اللي عمرهم اقل من 60 سنه. لكن هذا ماهوش فماشي علامات مبكره مثلا ينجم يفيق بها. هو شوف علامات وقت اللي يبدا يحس اللي فما دي عنده فقدان الذاكره ما يقولش لي ليه والله توا ليه خاطرني اليوم تاعب ولا خاطرني اليوم مانيش مركز ولا، والا وقت اللي المريض يذيع ساعات يقول لك احنا نسالوا العائله يقول لك اي راه فما مره عندها كيما نقولوا عمي مشى للجامعة ولا مشى لدار ولده ما عرفش يروح، اما راه بعد ولا يمشي عادي. الوقت هذيك حقيقة هو نساء. دونك هذيك علامة حمراء يلزمنا نعديو، ما نقولش ليه هكا كل شيء رجع لي ولا نهارتها مغشش تعارك هو وجار وخرج في الشارع، لا راهو هذيك ديجا علامة. إذا عندنا شكون في العائلة، وهنا يمكن باش نحكي على الجانب الوراثي، هو ماهوش وراثي 100% لكن فما جينات هي مؤهلات جينية، اللي عنده في العائلة شكون مريض يرد باله أكثر. أول علامة حتى يشك فيها
يمشي عادي ويثبت اذا عنده المرض ولا حتى تو نشوف فما حاجات وقائيه نجموا نعملوها تعاوننا مبدئيه. نعم بيه خلينا نحكيو على تونس على الأرقام في العالم. أنا لقيت برشا أرقام ماهيش جديدة من 2018 تقريبا، بدينا نحكيو على 200 ألف عائلة، نحكيو على 60 ألف حالة، نحكيو على 600 حالة سنويا. وقل لي أنت شنو الأرقام المتوفرة اليوم عندكم؟ هو في تونس رسميا ما عندناش أرقام رسمية، لكن عندنا أرقام تعطيها المنظمة العالمية الجمعية العالمية لمرضى الألزايمر، واللي تقول اللي في تونس تقريبا فما بين 60 ألف و 80 ألف حالة. نعم. لكن احنا متأكدين وهذا على نطاق العالم، الأرقام الحقيقية أكثر بكثير على خاطر الحالات البدائية ما يقاش تشخيصها. فما برشا ناس عندهم خرف في المرحلة الأولى ما نفيقوش بيهم، والعائلة ما تفيقش ويتوفى المريض وأحنا ما نفيقوش به. الميتين ألف اللي أنت حكيت عليها هو كيفاش الأسر؟ نعم. هو كل مريض نعتقد أنه فما على الأقل ثلاثة عائلات باش تكون ممسوسة ولا تشارك في الرعاية. نعم. بالمريض هذا. فإذا نحسبه تقريبا 80 ألف باش نلقاو في ثلاثة، هي 240 ألف تقريبا عائلة تتمس. نعم. وتتحس وتشارك في الرعاية. على المستوى العالمي تقريبا فما 50 مليون 60 مليون مريض بالمرضى الألزايمر. كيف 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 أكيد الحقيقة أكبر بكثير، الواقع. نعم. أكثر بكثير. دونك في تونس اليوم ننطلقوا من 80 ألف حالة مصاب بالخرف بالزايمر في تونس، ولكن هذه كل عنده تبعات اجتماعية. احنا باش خرجنا للشارع سألنا العائلات كيفاش تعيش هالثقل هذي الاجتماعي، وبعد نرجع لك دكتورة. ربورتاج منى المجري. ماذا بيه ديما في الشارع، ونحمد ربي لكوني أنا لاهية بيه، ما ضعليش يعني ضعلي المدة الأولى لكوني أنا ما نعرفش كل شيء. اليوم هذا أتعب في الدار، يعني النوم لا يلزمني، الكوجينة ما تقعدش محلولة على خطر يشرب الجافيل، يشرب الخل، يشرب أي حاجة اللي ما يجيش على ياكل الصابون. الرياكسيون بتاعه معاش معناته ينجم يعمل رياكسيون توت سويت، ينسى ثنية، أنا نقول له ثنية منه ويقول لي أنت غلط في ثنية، مستحيل ينجم يوصل لهنا وحده. اضطريت معناتها باش نرتاح من خدمتي ناخذ كونجي. لو حدا ما نعملوش عليه من بعد وعلى من بعدو على الغاز وعلى الكوجينه على كل شيء، خاطر نخافوا تحل الغاز ولا خاطر ما تنجمش تو العقل نتاعي ما يخليهاش معناها تتصرف. ولا الفتره الاولى خاصه تتسم اساسا بالانفعال وعدم التواصل مع الاخرين. عائله ما تنجمش تتحمل اللهوه وحدها معناها بالمريض، لأنه هو معناه في أغلب الأوقات ما في الليل ما يرقدش، وما يرقدش مش كما يرقدش بالنسبة ليه معناه يتنقل في الدار ويهز ويحط دوك كذا، مش كوني يعس عليه خاطي نجم يتيح، نجم يتضرب، نجم يعمل حاجة معناه، نجم يحل غاز ويخليه محلول. هذه بعض شهادات العائلات. دونك متابعة مستمرة لسيقة لمرضى الزهايمر، هذه اللي يحتاجوها، وبالطبيعة هذه تتطلب جهد وتنظيم وقت من العائلة الكل. دكتورة أكيد وهما شخص بالحق المرض وظهر اللي هو عندهم شكون مريض، على خاطر اللي يبدأ عنده مريض ألزايمر راو صدقني واللي يعرف المرض خير من الطبيب، واللي يعرف يفهم المريض على خاطر باش يبدأ معاه 24 ساعة على 24 ساعة في التفاصيل الكل، في كل يفهم، وحتى كيف يتغش خاطر المريض كي يبدأ موجوع مثلا مش باش يقول لك راني هذه توجع فيا، كي يبدأ موجوع مثلا باش يهيش ولا باش يولي يسيح ولا باش يولي يكسر ولا باش يخرج ولا باش يعمل تصرف ما يتماشاش مع الحاجة اللي هو فيها. دونك صحيح الرعاية صعيبة برشا، المعين راهو يتعب دايوخ، هذيك علاش احنا ديما نقولوا فما ديما معين أساسي، فما واحد باش يجي عليه العبء أكثر من الأخرين ما نعرفوش علاش في كل المستويات الاجتماعية ديما. لكن البحوث كل البحوث والمنظمة العالمية للصحة تأكدوا اللي 80% من المعين ديما مرأة. وفي تونس فما جمعية عملت إحصائيات تقول 92% من اللي يرعاو في مرضى الألزايمر في بلادنا هما من نساء، البنت الكنة اللي في المحيط القريب، الزوجة. ساعات تلقى الزوجة هي بيدها مرأة كبيرة، معناتها هي بيدها مسنة ما تقدرش باش تهزوا وتبدلوا. لكن هذه الإحصائيات كي بداوا مثلا الأولاد الصغار نقولوا تولي مثلا البنية تبطل الخدمة باش تلاقي أبوها، ألوغ كو راجل أخوها معناتها يقعد يخدم. هو صحيح. نعم. خاطر الرعاية بمريض الألزايمر تتطلب معناتها وجود إنسان بالحق، وجود جسدي، وجود بدني، قوة نفسية، تتطلب مادية
ماديات كبيرة برشة، تتطلب وقت، تتطلب جهد، ما هوش سهل. هيت نبدأ بالماديات وبالدواء. الدواء علاج ما فماش، ولكن فما أدوية تخفف الأعراض، وهذا يتفسر هنا أنت أكثر دكتور. هو المرض الزايمر ما نبراوش منه، باش نكونوا متفاهمين من اللون. نعم. لكن فما بعض الأدوية نعطيوها وقت اللي المرض يبدأ موجود، ساعة باش نبدأ مش أن بريفنسيون. هذه المرض من الأدوية دوما ما نعطيهمش في الوقاية. نعطيهم إن فوا المرض موجود. الأدوية هذه أثبتوا أنه معناتها ينقصوا في سرعة تقدم المرض، داكور، خاطر من دايوغ ما نعرفوش كيفاش يتقدم. فما ناس يقدم عندهم المرض بطريقه سريعه، وفما ناس بشويه بشويه. دايوغ قد ما المرض يجي في عمر صغير قد ما التقدم يكون بسرعه كبيره. نعم. دونك نعطيوهم في الفما ادويه تعطاو في المرحله الاولى والثانيه. هو المرض فيه ثلاثه مراحل، داكور. دونك فما ادويه نعطيوها في المرحله الاولى والثانيه، فما ادويه ما عندهاش برشا ملي دخلت لتونس نعطيوها في المرحله الثانيه والثالثه، لكن فما ادويه اخرى نعطيوها باش نداويو العوارض الجانبيه. مثلا باش نداويو قله النوم. أيه؟ مثلا باش نعطيو اكل المريض اللي يولي يستخايل ويرى في حاجات ويعيش معاهم. المريض يولي اغريسيف، معناتها يسيح ويضرب، وراه كيف نقول يضرب واغريسيف، راه ينجم يهز السكينه، معناتها راه ينجم يخوف، معناتها مخاطر حقيقيه. معناتها كيف نعطيو دواء راهو باش نحميو المسن المريض اولا، وباش نحميو المحيطين به العائله. وحنا ديما نتسائلوا دكتوره بكر شنو يحس المريض، هو عنده وعي بالتغيرات هذه؟ ساعات يحب يعبر ما نعرفوش شنو يقصد. هل المسائل النفسية دي المتعلقة بالمريض كيفاش نتعاملوا معها؟ جست باش نزيد حاجه صغيره على الادويه. فما زاد هذوما الادويه العلاج الدوائي، فما العلاج الغير الدوائي واللي هو الكينيل المساج اللي عاون برشا. فما تقويم النطق حتى المريض بشويه بشويه يبدا ما يتكلمش. فما كل ما هو نشاط رياضي ادابتي متاقلم مع حالته. وراه كي نقول نشاط رياضي بالحق المشي خاطر هذاك ساهل، لكن ينجم حتى والمريض في فرشه ولا في كرسي نتاعو نحركوا له ايديه وساقيه. فما العديد من الانشطه. فما كل ما هو العلاج بالموسيقى، العلاج بالفن، راهو كي تعطيه يصور ويعمل راهو علاج. فما علاج بالتمرين الذهني، وقت اللي تعطيه يقرا في المراحل الاولى، وقت اللي تلعبوا العاب ذهنيه، وقت اللي حتى مراه تعطيها هذا تنجم العائله تعملها وحدها على خاطر هذه ما يتكلفش. انك لما العائله فلا تعطيها تقعد تطوي الحوايج هذه، يخليها يديها ما تعكش وتقعد. خاصه في تواصل، على خاطر قلنا المريض بشويه بشويه باش ينعزل. انه كان عندها حيوان اليف تتلهي به، انه تعمل الجارديناج، ما تلهي في الجنينه، تسقي، تزرع، هذوما بعض الانشطه. انها الطيب راهو مع تفما ورشات للطبخ، هي ورشات علاجيه. هذوما كل انشطه علاجيه غير دوائيه واللي نجموا نعملوها في العائله. نعم. وما تتكلفش. بالنسبه للدواء عنده كلفه؟ معناها الدواء اليوم يتم التكفل به نتاع مرض الزهايمر، معناها يلقاوه بسهوله يا العائلات في الصيدليات؟ هو الادويه فيها معناتها العلاج الادويه نتاع المرض الزهايمر، التريتمون دو فون، فيه بريزون شارج بالملكنا. فما الادويه زاده اللي نعطيوها في حاله الاكتئاب ولا هذيك زاده فيها بريزون شارج. فما الكيني فيها بريزون شارج. فما المريض وقت اللي يقدم قلنا يولي راقد، دونك نحطوا كالجريه ضد ليزيسكار، هذيك زاده فيها بريزون شارج، ولا الكرسي المتحرك فيها. لكن الحفاظات ما فيهمش بريزون شارج. وقت اللي نجيبوا عاون احاطه اجتماعي باش تلهي بيه، معناتها اوكسيليير دو في، هذاك مازال ما فيهش. فما حاجات فيها النفسية متاع المريض نجموا نحسنوها، نجموا نفهموه، نجموا نتواصلوا معاه، نقولوا شنو يحس، كيفاش نتعامل معاه في الحالة هذية دكتورة؟ المعين اللي ديما معاه يولي يفهم المريض. دي احنا كي نجي الطبيب كيف يجي باش يبدا يحكي مع المعين، باش يقول لك راهو مثلا كي يبدا يصيح لا هذا كرشو توجع، يولي يفهمه شوي بشوي، يولي يفهمه خاطر راهو ماهوش يتعامل معانا كيما يتعامل معانا اي مريض. اكيد يفهمه. ودايوغ المريض ديما فما واحد من العائله اللي هو عاده المعين الرسمي يحبوا ديما بحده ويتذكروا اكثر من غيره، يخليهش يمشي حتى باش يمشي يغسل يديه كما قالت المراه في في الروبورتاج، حتى باش تمشي طيب فطورها اللي يلزم العبد هذيك ديما يكون في الشان فيزيوال نتاعو قدامه. وكل قايل علاش؟ على خاطر المريض يخاف وما يعقلش روحه هو وين. دونك وقت اللي يجيك شخص هذاك في المحيط نتاعو هو يبدا يسكال.
فما حاجة أخرى، ساعات العائلة الكل تتلم بالأولاد بالأحفاد الهيجة هذيك وبرشا حس وبرشا راه يتقلق المسن بعد يهيج، هو يهيج عادة في المغرب على خاطر الدنيا تتلام شوية. دونك العائلة تعرف تولي تخلي ديما طريف ضو في الليل، ديما عزم نحطوا له طريف موسيقى هادية تهديه شوية، نحكيه معاه حتى كان ما يفهمش. ولكن حاجة نأكد عليها، كيف يبدأ المريض ينسى ما تقولوش تشبيك نسيت تي ماني قتلك، ولا هو المريض يحاول الحاجة برشا مرات ما تقولوش تي ماك قتلي حكيتها لي، هذية يلزمنا ننتبه. نعم يلزمنا ناخذوه واحدة واحدة ونمشي معه نفهموا الحالة متاعه واحدة واحدة. دكتورة سندس بكار خليك معنا باش نعمل وقفة صغيرة مع الموسيقى، وبعد نحب نحكي شوية على المحيطين به، العائلة شنو تعمل، شنو النصائح، كيفاش لازمها تطور التعامل متاعها هذية، وهل أنه الجمعيات في تونس كما جمعيتكم اللي قاعدة تخدم على مرضى ألزايمر تعاون زادة المرافقين والعائلة التونسية.